المسرح ملكة جمال العرب لسنة 2016، ترحيب حار جدا. مرحبا مرة أخرى بملكة جمال العرب. الآن سيتلقين أول سؤال من لجنة التحكيم. معنا المترشحة عن جمهورية مصر العربية نشوى. مساء الخير يا نشوى، ازيك؟ مساء النور يا فندم. انا حاسه بايه دلوقتي؟ حاسه بسعاده ان انا واقفه بمثل بلدي مصر قدام الناس كلها، ويا رب اكون مشرفه بلدي. طيب نشوى، انا سؤالي خفيف خالص. لو انت سفيره لمصر في اي دوله في العالم، تعرفي مصر تقولي ايه؟ مبدئيا انا بتمنى فعلا اكون سفيره لمصر قدام كل العالم، وهعرف مصر انها بلد الامن والامان، ام الدنيا، ارض العراقه، ارض الحضاره، ارض الحب، ارض الامان، ارض السلام، ارض الشعب الطيب، ارض الاخلاص، ارض التاريخ، ارض الاديان. مصر هي ام الدنيا، مصر هي بلدي العظيم. شكرا يا نشوى. شكرا. انا مبسوط ان انا سالت السؤال ده عشان اسمع الكلام الحلو ده عن مصر يعني. ميرسي. شكراً ليك. شكرا نشوى. نستقبل المترشحة التالية، سهير من المملكة الأردنية الهاشمية، تحية لها. لا توصل. مساء الخير سهير. مساء الخير. مساء النور. أهلا. ماذا ستفعلين لو لم تفوزي بالمسابقة؟ كنت أتمنى أنه لما أكون أطلع من هون ملكة، كنت أتمنى وطموحي أنه أكون سفيرة لليونيسف، هي منظمة الأمم المتحدة للأطفال. كنت أتمنى أكون معها، وإن شاء الله رح أكون معها. شكرا. ان شاء الله حلمك يتحقق سهير. مع المشاركة التالية، نسرين من المملكة المغربية، تحية. مساء الخير. مساء النور. ما هو لقب أشهر رحال عربي لف العالم؟ ابن بطوطة. شكرا. شكرا نسرين. فرح من لبنان، تفضل فرح. مساء الخير يا فرح. مساء النور. فرح، لو النهاردة أخذتي اللقب، إيه أول خطوة ممكن تعمليها في اللقب؟ أنا هدفي من اشتراكي بهذه المسابقة سبق وقلت أنه أول شيء سلط الضوء على حقوق المرأة، وخاصة المرأة العربية الأم. فإذا أخذت هذا اللقب بدي أجرب قد ما فيي سلط الضوء على هذا الموضوع، كرمال المرأة العربية الأم تقدر تعطي الجنسية لأولادها. وبس بدي زيد شغلة، نحن اليوم بمسابقة ملكة جمال العرب، واليوم 18 ديسمبر عيد اللغة العربية، ف
فبدي أعيد الوطن العربي كله وخاصة مصر بعيد اللغة العربية. Thank you. تتفضل المسابقة التالية. حفصة من المغرب، تحية. تحية لكل المملكة المغربية. مساء النور. مساء النور، ازيك يا حفصة؟ الحمد لله شكرا. قولي لي يا حفصة، أنت هنا في مهرجان المفروض إن هو بيدعم السياحة في مصر. قولي لي إيه أكتر ثلاث حاجات شفتيها حلوة في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر ثلاث حاجات شفتهم في مصر وهي أولاً الترحاب، الترحاب الجيد والعميق الذي شاهدناه منذ دخولنا المطار. حفصة عايزك تهدي شوية، توتريش أعصابك، إحنا مش في امتحان، إحنا جايين نحتفل مع بعض كلكم الحقيقة، حتى نشوى وكل البنات كانوا مشدودين قوي، مش عايزين كده، احنا بنحتفل مع بعض وكلكم ملكات. شكرا. ثلاث حاجات شفتهم في مصر، اولا الترحاب، الترحاب الجيد من شعب جيد، شعب عانى الكثير ولكنه ما زال صامدا. ثاني حاجة وهي الحب، الحب الذي شاهدناه بين جميع الأشخاص الذين كانوا معنا، سواء الأشخاص المساهمين في هذا المهرجان وإحيائه. أعطي مثل للدكتورة حنان نصر التي كانت تعاملنا بكل رقة وبكل حنان. وثالث حاجة وهي آخر حاجة هي أن مصر أم الدنيا وبلد الأمن والأمان وبلد السلم والسلام. أنا بغض النظر عن الصورة التي كان يروجها الإعلام عن هذا البلد الآمن، أنا منذ زمن لم أكن أقدر أن أجي هذا البلد بحكم ما سمعت عن مصر، ولكن الآن أقول لكل العالم من مدينة السلام شرم الشيخ أن مصر هي بلد السلم والسلام، وأدعوكم كلكم للمجيء لهذا البلد الجيد. شكرا. شكرا حفصة. تتفضل معنا المتسابقة التالية، شيرين من لبنان. تفضلي شيرين. مساء الخير. مساء النور. اليوم انت لبستي فستان ابيض، فستان الزفاف، ماذا يعني للمرأة اللون الابيض؟ مساء الخير مرة تانية. مش كل شيء، يعني مش كل إنسان لبس أبيض يعني قلبه أبيض. نحن اليوم تقصدت مدام حنان نصر ولبستنا الفستان الأبيض تنبرهن لكل الدول الأوروبية والغربية والأجنبية إنه بالرغم من كل حروب ومن كل الأسى ومن كل الإرهاب، نحن عم نحتفل بالمرأة العربية وعم نلبس أبيض ورح نرقص دايماً على أوتار البياض والسلام. وفي شيء بعد بدي أقوله، إنه الغرب بيتجوزوا بالأبيض وبيربوا أولادهم على السلام وبيموتوا بيلبسوا الفستان الأبيض لما يدفنون، كمان دليل فرحة. نحنا عم نموت وما حدا عم يعرف فينا، نحنا عم نندعس ما حدا عم يعرف فينا، لازم كلنا سوا نلبس قلوبنا فستان أبيض ونكون كلنا سوا إيد واحدة وترفرف الحمامة البيضة فوق سما العالم العربي ويعم السلام. ميرسي. تحية، تحية كبيرة برشا لممثلة دولة لبنان شيرين. تتفضل المتسابقة التالية، رفال من السودان. مساء
لنا في رسول الله أسوة وقدوة حسنة وفي زوجاته دروسا. سؤالي: من زوجة الرسول وأم المؤمنين التي ساندته وأنجبت له البنين والبنات وحزن بشدة لوفاتها وأطلق على هذا العام عام الحزن، من هي؟ سيدة خديجة. برافو. تتفضل معنا ممثلة دولة العراق مافي. مساء الخير. مساء النور. قولي كلمة للملكة الفائزة. ألف مبروك أكيد وكل التوفيق، ويا رب تظل ملكة طول حياتها، مو بس السنة اللي تظل تاخذ فيها اللقب، وتكمل مشوار حياتها وتثبت إنه المرأة العربية مرأة ثقافة وعلم ومبادئ قبل الشهرة والجمال. شكرا. ممكن أسأل السؤال كلي ملكة جمال أنا ولا اللي بعدي؟ تتفضل معنا ممثلة دولة لبنان أسيل. أسيل، بما أنك أنت من دولة لبنان الدولة الشقيقة المجاورة للدولة السورية، بافتراض أنك أنت ممثلة عن المرأة العربية في محفل دولي سواء الأمم المتحدة أو غيره، وبتتكلمي عن المرأة السورية ومعاناتها وقضية اللاجئين وكده، تتكلمي تقولي إيه عن أختك الشقيقة المرأة السورية في الظروف اللي هي بتمر بها حاليا؟ مساء الخير. أول شيء مش بس سوريا يلي مرقت بظروف صعبة، كل الدول العربية مرقت وعانت من مشاكل ومن حروب ومن مشاكل أهلية. بالنسبة للكلمة أنا بفضل أولى لكل نساء الدول العربية، لأن كلنا قطعنا بنفس المشاكل ونحن طبعا قوايا ومنضل قوايا رغم أي شيء منتعرض له، وإن شاء الله نضل هيك دايما ونضل أقوى من أي عنف منتعرض له. شكرا. برافو. شكرا لشيرين. المتسابقة التالية من دولة الجزائر منال. مساء الخير. مساء الفل. مساء النور. الجزائر بلد جميلة، بلد المليون شهيد. ممكن تكلمينا شوية على جميلة بوحريد؟ الجزائر بلد المليون ونصف مليون شهيد، وجميلة بوحريد من المناضلات الجزائريات التي كافحنا الاستعمار الجزائري ووقفنا إلى جانب الرجل يد بيد، وساهمت وشاركت في بناء الجزائر منذ الاستقلال، فهي مناضلة وامرأة جزائرية ومثال وقدوة لكل امرأة جزائرية عربية، وكلنا نفتخر بهذه المناضلة الرائعة. شكرا. تحية ليك ولكل أهل الجزائر. نستقبل الآن متسابقة أخرى من جمهورية مصر العربية، كيرا. مساء الخير. مساء الفل. كيرا منورة. نورك. كيرا، بما انك مصرية وفي شرم الشيخ والسياحة هنا يعني جميلة طبعا، يعني للأسف حلوة. حلوة بيكي وبكل الموجودين. حلوة بالحضور طبعا. أكيد طبعا. عايزاكي تقولي كلمة للعالم كله مش بس للوطن العربي عن شرم الشيخ ومصر. طبعا هي سبب رسالتي في المسابقة ان انا احافظ على صورة مصر امام جميع الدول العربية والاوروبية، جميع دول العالم، وان مصر بلد الامن والامان، بلد السلم والسلام، بلد الامل، وان مصر وقعت
كل العالم العربي هيقع، فلازم كلنا نكون ايد واحدة، ولازم يكون في اتحاد عربي زي ما في اتحاد اوروبي، واتمنى انه يكون اقوى بكتير واقوى بينا واقوى بجيلنا القادم ان شاء الله، وان مصر هي بلد السياحة وبلد الحضارة وبلد العراقة، واي صورة بتنتقل عن طريق اعلام او اي وسيلة اخرى ما هي الا صورة خاطئة. وطبعا احنا كلنا موجودين هنا، وده اكبر دليل للعالم ان ما عندناش اي مشاكل، وان اللي بيتروج ما هو الا كلام عشان يوقع صورة مصر. وطبعا بشكر دكتورة حنان لان هي كانت اول جزء من رسالتي حققتهولي ان انا اكون معايا كل الثقافات من جميع الدول العربية، ودي بداية ان احنا نكون ايد واحدة عشان احنا المستقبل. شكرا. تحية ليك انت كمان كيرا والمصر والشرم الشيخ والكل البردان العربية الحاضرة معنا. نستقبل الان من دولة الكويت دنيا. مساء الخير. مساء الخير. من هو الكاتب المصري الذي كتب عن لعنة الفراعنة وسحر الرحلات؟ الكاتب المصري، أسفة بس أنا كان فيني يعني لو إذا تسأليني عن شيء غير الكتابة والتاريخ. أوكي. صاري. من هي الإعلامية المصرية الشهيرة التي لقبت بأوبرا وينفري الشرق؟ معلش السؤال. من هي الإعلامية المصرية الشهيرة التي لقبت بأوبرا وينفري الشرق؟ طيب حغير لك سؤال. من هو صاحب أشهر قصائد الغزل في الشعر الجاهلي وكتب كل الغزل في ابنة عمه الجميلة؟ أسفة بس حضرتك بتسأليني أسئلة أنا قلت لك ماليش. شكرا. شكرا لدنيا، ونحب نشكر لجنة التحكيم على تفهمها لوضعية البنات، يعني هما أكيد يمروا بحالة ضغط. ونحب أيضا نوجه رسالة للبنات، لأني في يوم من الأيام وقفت في مكانكم. عدم معرفتك لجواب عن السؤال هذا لا يقل أبدا من ثقافتك، ولا يقل أبدا من حضارتك، ولا يقل أبدا منك كشخص. نستقبل الآن من فلسطين نور. مساء الخير جميعا. مساء النور. نور، إذا فزت كملكة أو كوصيفة وكنت سفيرة